هنا بقى ايه اللي حصل؟ هنا الاول نقول اسم الاوضه. نقول اسم اسمها الدور كله زي ما قلنا، اسمها الغرفه او قاعه المغاني او الحريم، والغرفه دي بالذات اسمها غرفه المكياج، عشان في اخر الممر خالص بتقعد الستات هنا بقى تتمكيج وقت ما يبقى فيه افراح. وعندي لما البنوته بيجي لها عريس المفروض ان هي بتفتح الشباك ده وترفعه لفوق وبتشوف العريس وهو قاعد مع باباها تحت في نفس الاوضه بتاعت الاسلحه اللي احنا اللي هي الاحتفالات. لو هو الولد كويس خلاص وهي معجبه بتحتفل باباها منديل ابيض او ورده حمراء، ده زي ألمص. باباها بيعرف ان هي خلاص كده موافقه ان هي على العريس. مش موافقه بتفتح الشباك ده كده، هو زي ما انا هعمل بالظبط. ايوه تفتحه وتقفله مرتين بس بطريقه بترزعه. طبعا يعني كان الستات ليها راي في الوقت ده طبعا في مصر، كانوا بيختاروا عرسانهم توافق او ما توافقش. لا 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 ما تغصبش على الجواز. جميله الاوضه وفيها شغل كتير. السقف كله جاي من سوريا، سقف الدور كله جاي من سوريا. عظيم. عليه مناظر في منتهى الجمال، شغل يد طبعا وحاجه عظيمه، كلها طبقه، واخد طبقه لاكيه ومناظر لبيوت على الطراز العثماني وفي من على الطراز الاوروبي. فنير اغلبها اسر علويه، براويز خاصه بالسيدات كلها مرايات تزوق وقاعده فيها، عشان كده سميناها غرفه المكياج. صندوق برضك شوار العروسه، تحط فيه شوار العروسه. شوار العروسه اللي هو زي الحاجات اللي هي لبسها بقى والملايات والحاجات اللي شبه كده. كل الحاجات دي عصر ملوكي برضك، اقرا خاصه. مش كل الناس تعرف موضوع الشوار ده. طبعا مش كل الناس. عندي الممر الصغير قوي ده بيقعدوا فيه اللي هو البند المغنيين، فرقه بقى بتقعد هنا عشان تعزف بيكرروا الاغاني والمغنيه بتغنيها في الناحيه الثانيه، هي السكرتيرون اللي احنا قلنا عليها. عظيم. الناحيه دي بيقعدوا فيها زي ما احنا قلنا عليها في كراسي صغيره كده، بتقعد عليها بتكرر المغنيات الاغاني اللي بتقولها المغنيه الاساسيه زي الكورال يعني. زي الكورال. طيب تعالي بقى نروح لمكان تاني في البيت. الغرفه الدمشقيه نسبة إلى سوريا، مظبوط؟ تمام. فيها كلام كتير، حكيتي لي عنها كتير. تمام. إيه بقى؟ طيب نحكي في الأول إن الغرفة كلها الجدران والأسقف جاية من سوريا زي ما إحنا قلنا، من قصر أسعد باشا العظم. والجدران كلها عليها كتابات متحف النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان عليها مناظر زخارف، كلها زخارف نباتية ومناظر البيوت على الطراز العثماني وفي منها على الطراز الأوروبي. عندي فيه هنا كمان الكنب الخاص بي، كان من ضمن مجموعة اللي جات لنا من القصر الملك فاروق. في بداية الأمر وهديت لي متحف فن الإسلامي، وبعد كده جات لنا إحنا في متحف جاير أندرسون. عظيم. الكراسي اللي هي أغلبها معمولة من الصدف، مطعمة بالصدف وبالعاج. عظيم جدا. ممكن نتكلم على السرير. السرير صور عليه نادية الجندي، أعتقد صورت في شهد الملكة. عظيم. وهو بيرجع إلى الهند. نفس الكلام ممكن ورانا في تماثيل عصر حديث كلها من ضمن الكولكشن مجمعه جاير أندرسون. وفي مدخل الأوضة طبعا في حفرة في الأرض بتؤدي إلى سيكرت روم أو غرفة سرية، غرفة سرية تاني. أو ملجأ تحت الأرض يستخبى فيه الناس. تمام. وده موجود زي ما قلت لي في لك رجالة ستات بس. هم دول إيه؟ سيكرت روم، غرفة سرية في البيوت بتاعة العثمانيين والمماليك، لأن إحنا كده عصر مملوك. عصر البيت التاني بتكرت ليا عصر عثماني، بداية عثماني. بداية العثماني. طيب العثماني. نكمل كلامنا ونشوف إيه التاني، إيه الدهاليز وإيه الأمور اللي موجودة في البيت. اتفضل. اتفضل.